بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله دلوقتي هنروح مع بعض نتعلم إزاي نعمل الشغل اللي حضراتكم شايفينه ده. الخامة اللي هنستخدمها طبعا في الشغل اسمها فولكانو من دهانات باور. طبعا هسيب لكم إن شاء الله الرقم بتاع الشركة مع الرقم بتاعي على الفيديو. كمان ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، تضغط لايك للفيديو، وتعالوا نروح بقى نبدأ الشرح من البداية للنهاية إن شاء الله لعند ما تشوفوا الشكل ده بيتعمل فيه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بيكون احنا بنعمل الأرضية باللون الذهبي، بندي وش بطانة بيج أصفر، وبعد كده بندهن عليه وشين ذهبي، وبعد كده بنجيب الستنسل المطلوب، أي شكل يخطر على بالك في الستنسل، مش شرط الشكل اللي معايا ده لأن ممكن صعب تقول، لأن أنا يعني جايبه من حد عزيز عليا يعني كده. وببدأ أوزع الستنسل في الجنب كله بشكل متوازي، بس مش لازم يكون كامل خالص. بوزع الستانسل كله وبعمل اللون. طبعا اللون اي لون انت عايزه، هي الخامة بتجيلك خامة الفولكان وبتجيلك باللون اللي هو البيج الفاتح كده، او يعني قريب من الرصاصي، يعني اي حاجة اللون فاتح قوي كده بتلون عليه زي ما انت عايز بقى، بيج اصفر. هي بتقبل التلوين بسرعة جدا لانها تعتبر خامة قريبة من الشفافية. بخلص وبشيل كده زي ما انت شايف الستانسل، وبعد كده بأملى الفراغات ما بين الستانسل وبعضه بنفس المادة اللي أنا شغال بيها وبنسميها عملية طمس، وبنسيب حتت يعني من الستانسل اللي احنا عاملينها من غير من ايه ما نطمسها. يبقى احنا عندنا في الشكل في حاجات مطموسة وفي حاجات مش مطموسة، ودول طبعا مطلوب معانا في الشغل ان احنا نعمل الطمس علشان يبان بالشكل الاثري القديم. دي انت ممكن تقف على كده ويبقى انت كده شطبت الشغل بتاعك، ودي حاجة كويسة جدا خاصة ان احنا عاملين لون رصاصي. في ناس بتسمي الشغل ده كونكريت، بس ما بتعملش اللون الذهبي، يعني ممكن تعمله باللون الرصاصي بس، لونين فوق بعض، رصاصي فاتح ورصاصي غامق، او تستخدم باتينة، وده له افكت تاني او شكل تاني خالص اللي هو شكل الكونكريت الخرساني. زي ما انتم شايفين كده بنعمل الطمس في اماكن واماكن، وبعد كده ندخل بقى بعد كده على المرحلة اللي هي بعد كده. لو انا عاوز ادخل شكل تاني من الالوانات فوق الستانسل بتاعي، طبعا الفولكان هو انا بحطه بقى افضيه في علبة، وبعدين زي ما انتم شايفين بلون بالالوانات اللي انا عاوزها. دي الخامة طبعا الفولكان اللي معايا بفضيها في علبة كبيرة واخد منها زي ما انا عايز، وبفضي في اكتر من عبوة وبلون زي ما انا عاوز. الالوان دي بتاعتك انت، بترجع ليك انت تقدر تعمل اي لون، مش لازم يعني ان انت تلتزم بالالوانات اللي في الفيديو دي، يعني حاجات ترجع لذوقية اللي شغال او اللي شغال هو بيعمل ايه. وباخد بقى حتتين من الالوان اللي معايا كده وبعمل لهم زي دمجة على الستانسل اللي معايا، حتة ابيض مع حتة اورنج مع حتة لون الليموني الاصفر، وبشتغل كده زي ما انتم شايفين فوق الستانسل التاني في الفراغات اللي انا طمستها، اسيب حتت طبعا بيرجع لذوقي وانا شغال. طبعا زي ما انت شايف كده، بعدين بروح اجيب اللون اللي هو الابيض او اللون اللي هو الاساسي بتاع اللون، وابدا بقى اطمس حاجات برضو فوق اللون الرصاصي، واسيب حاجات بحيث ان انا ادي شكل اثري قديم يبان ان هو من زمان، مر عليه زمن كبير متعتق. وابدا اوزع باللون اللي معايا، لان طبعا اللون اللي معايا باخد من لون الارضيه شويه على الفولكان واخليه اللون يبقى رصاصي فاتح قوي، وابدا زي ما انت شايف كده حوالين الرسومات بتاعي رتوش بسيطه
رتوش بسيطة كده فوق فوق الشغل، بحيث ان هي تديني منظر او افكت مع الشغل باللون اللي هو ايه، اللي هو الرصاصي الفاتح قوي. طبعا لو عاوز تدخل بقى اللون الكحلي زي ما عملنا، هنشوف الوقت كمان شوية، نستغل الفرصة دي ونقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك للفيديو. والخامة طبعا ان شاء الله هسيب لك رقم التاجر اللي انا بجيب منه، واخويا جابر هو موجود في اليوب، يعني لو انت من القاهرة هيشحن لك مكان ما انت عايز، هسيب لكم الرقم ومكتوب فوق منه ايه لطلب المنتج، ولو في للتنفيذ هسيب لكم رقمي برضو على الفيديو لو حد حابب ان انا اجي انفذه له باشكال تانية غير كده كمان. هندخل بعد كده على اللون، لو عايزين ندخل اللون الازرق ده حاجات خفيفة كده، يعني حاجة بس تخطف العين. حابب تعملها، حابب مش حابب ممكن تسيبها ما تعملهاش. طبعا هو انا باخد الخامة والونها زي ما انا عايز بأي ملونات انا عاوزها. هعمل بقى يعني ايه حاجة بسيطة خالص كده، يا دوبك بس همشي طرف السكينة بس كده على حاجات بسيطة، بعمل ايه رتوش خفيفة كده خالص. لو في حاجة بقى طبعا معاك لون الأرضية اللي هو اللون الرصاصي أو الذهبي، معاك الاتنين موجودين متوفرين معاك من الأول، لو في حاجة عملت منك زادت منك حبيت تغيرها هتعمل باللون الرصاصي فوق منها وخلاص. وبكده يبقى احنا انتهينا طبعا من الشغل اللي حضرتكم شايفينه دوما، اللي هو الأثري القديم اللي بيعملوه اخواننا الجزائريين والمغاربة وبيعملوه الأتراك والأورانيين، وبيتعمل في إيطاليا، بيطلع معانا الشغل زي ما انتم شايفين كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كان معكم أخوكم محمد المعداوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.